سيدي القاضي، حضرات السادة الأفاضل، السادة المستشارين، إن المتهم الماثل أمامكم. مش أنا، أخويا. أخوك فين ده؟ في القفص جوه مع الناس دي. إنه ضحية لأنه قبض عليه وهو يمشي في الشارع معه شنطة من المخدرات، أي بالدرجز. هل يعني هذا سيدي أنه غلطان؟ نعم غلطان. مين اللي غلطان؟ غلطان من ساسه لراسه. امال احنا جايبينك ليه؟ غلطان. طيب غلطان. ايوه فيا سيدي القاضي، الحيثيات كلها امامي. غلطان انه سمح لحضرة الضابط ان يفتشه في الشارع في وسط البلد وليس على جنب في الشارع، يفتشه وهو ليس معه إذن من النيابة. ينشر دينك. أيوة بقى كده. من فضلك ادخل في صلب القضية، تفضل. سيدي القاضي، حتى لو تجاوزنا عن هذه النقطة، هل ده يمنع يا سيدي القاضي أن موكلي كان ماشي بالفعل ومعه حقيبة مليئة بالمخدرة؟ خلاص ما احنا تجاوزنا. انجز. عايز ايه؟ معه يا سيدي. خد. الله يفتح عليك. هل يعقل يا سيدي القاضي أن يكون محامي له شهرة واسعة مثل هذا؟ كفاءه كفا. من فضلك ما تقولش كده على الأستاذ عمر، بطل تهريج وادخل في القضية. أنا بتكلم حقيقة يا فندم، هل يعقل أن محامي يتاجر بالمخدرات؟ بس بيحصل. الاعتراف سيد الأدلة، والراجل اعترف يا سيدي القاضي، ولكن حقول ايه؟ يا خسارة، يا ألف ميت خسارة، يا ألف ميت خسارة. الله أكبر. الله أكبر. ايه؟ جامد قوي. جامد قوي. ايه ده اللي انت جايبه؟